انتوا دلوقتي بتسمعوا مش من هنا مع ندى نور على بودكاست الوطن. مش كل حوادث السرقة فيها صياح وعنف ودراما. عارف انت فيلم لصوص لكن ظرفاء؟ هي نفس فكرة الفيلم بالظبط. هي حوادث سرقة صحيح، بس هتخليك تحس بخف الدم اللي عملها او غبائه. هحكي لك الحدوتة وسيبك انت اللي تحكم بنفسك. اللص اللي عامل نفسه شجرة. يعني ازاي لص وشجرة؟ حاجة عجيبة مش كده؟ ده اللي عمله لص لما حب يسرق بنك، حاجة كوميدية جدا. في ولاية نيو هامشير لزق لص أفرع شجرة على جسمه، ولما أخد مكانه وسط الشجر وتأكد إن الكل اقتنع إن شجرة مش إنسان، راح تشجع كده ومنتهى الثقة سرق البنك. عادي إن لص يسرق بنك، لكن إن اللص ده بقى يقدم شكوى ضد البنك، ده اللي مش عادي خالص. ده اللي حصل في أمريكا. حاول لص يسرق فلوس من البنك، بس الحظ السيء بقى ان البنك ده ما كانش فيه فلوس. صاحبنا يسكت؟ ابدا. عمل ايه بقى؟ اغرب حاجة ممكن تيجي في دماغك، هدد الموظفين انه هيقدم شكوى ضدهم ان البنك ما فيهوش فلوس. تعال بقى اخدك على الحكاية الجاية واوريك كمان حوادث سرقة اغرب من اللي سمعتها. في بنك في مونتريال بكندا سرق لص بنك، مش دي المشكلة خالص. المضحك بقى انه راح يحط الفلوس المسروقة دي في حسابه في نفس البنك. مش فاهمة بصراحة كان فين عقله وقتها. اللص الرومانسي. هو في لص ممكن يبقى رومانسي؟ بتحصل. ده اللي حصل مع صاحب القصة دي لما راح تلات لصوص يسرقوا منزل زوجين في أمريكا. ما خلصتش الحكاية على كده. عارف ليه؟ هقولك، عشان واحد منهم أعجب بالزوجة وقرر إنه يرجع عشان ياخد منها ميعاد غرامي. مش دي آخر حكاية معايا. انت عارف إن في لص في أمريكا دخل مكان عشان يسرق، ما لقاش حد فاهمه، خرج من غير ما يسرق. ده حصل فعلا لما دخل لص صالون تجميل وحاول يسرق الفلوس، بس المضحك بقى ان اللي كانوا شغالين صينيين مش بيفهموا اللغة بتاعته. كل ما كان يقول لهم طلعوا الفلوس اللي في المحل، محدش كان بيرد عليه، لحد ما زهق وخب بعضه ومشي. بصراحة خير ما عمل. تعال اقولك الكبيرة بقى، زي ما بيقولوا، انت عارف ان في لص نام وهو بيسرق؟ ده حصل فعلا بس في الصين، لما دخل البيت واصحابه نايمين عشان يسرق، فالنوم كبس عليه فجأة عشان يدخل في غيبوبة نوم، وبسبب صوت شخيره صحى كل البيت عشان يصحى على كابوس فظيع ويلاقي البوليس قدامه. هتسيب نسرق ولا عطس في وشك اجيب لك كورونا؟ دي الجملة اللي قالها لص من ايطاليا للموظفين في بنك، وهددهم انه لو ما سلموش الفلوس هيعطس في وشهم. الكلام ده بقى انا مش جايبة من عندي، الكلام ده اتنشر في صحيفة تايمز اوف انديا. وبس كده، حلقة النهاردة حاولنا تكون مختلفة شوية عشان تشوف فيها حكايات لصوص لكن ظرفاء. استنونا في حلقة جديدة مع بودكاست الوطن مش من هنا. كنتوا بتسمعوا مش من هنا مع ندى نور على بودكاست الوطن.